بالتالي يا اما بده يكونوا قوات دوليه جديه قادرين يدافعوا عن نفسهم وقادرين يطبقوا القانون بهيدي المنطقه، او لا يفلوا على بيوتهم احسن وما يربحونا جميله بوجودهم هون ضمن هذا الفصل السادس. بشو بينتفع النظام السوري من استهداف القوات اليونيفيل؟ هذا بسرع سقوطه وبزيد التوق عليه، مش هيك مفروض بالمنطق؟ بالتالي ست بولا بالمنطق هيك بيصير، انما يعني النظام السوري عم بيفاجئنا بانه هو بيشتغل امرار كثير بعكس المنطق، وهذا الشيء اللي صار مؤخرا بجنوب لبنان بالنسبه لقوات اليونيفيل الرساله الفرنسيه، يعني هذه اكيد رساله جايه من النظام السوري بالنسبه للاحداث او المواقف اللي عم تاخذها بعض البلدان الاوروبيه. فما في شك انه هذا النمط اللي شفناه مؤخرا، هذا النمط ممكن جدا انه يزيد بالمرحله القادمه كل ما شعر النظام السوري انه هو عم ينهار. فمشان هيك كان خطا انه قوات اليونيفيل تيجي ضمن الفصل السادس، كان لازم يا اما تيجي ضمن الفصل السابع او ما تيجي على الاطلاق، وتحديدا هلا يعني طالما هلا ما عندها اي دور خليها تفل على بلادها اذا نحن منا مستعدين نحولها لفصل السابع. انت عم بتقول هيك لتحولها لفصل السابع ام فعلا تروح على بلادها؟ شو الهدف من المساله؟ شو بتستفيد؟ وحده من الاثنين. جنوبي انا ما بستفيد، جنوبي انا لبنان بيستفيد. يا اما بدنا قوات فعلا تمارس الشيء اللي اجت من خلاله انه هي تحد من تدفق السلاح على جنوب لبنان وتحديدا جنوب الليطاني، او بلا ما هتكون موجوده هذه القوات. بس حضرتك هذه القوات بالفصل السادس اللي هي موجوده فيه ما عم تقوم بيا دور. وضحت. بس حضرتك يعني عم بتشوف انه من قال انه استهداف اليونيفيل هو رساله سوريه انت توافق على ذلك؟ نعم. طب شو علاقه حزب الله هون؟ يعني اذا رساله سوريه اوقات يقحم حزب الله واحيانا تقحم سوريا، يعني ليه ليه ما بتقرروا انه مين اللي عم يستهدف اليونيفيل؟ انا بقرر دائما، بقرر ما عندي مشكله اقرر اليوم. لا انا ما بتصور انه الاخوان بحزب الله مرتبطين بهذا الموضوع لسبب رئيسي، انه يعني ما في شك انه هيك خطوه بده يكون في ايحاء ايراني لإلها. واليوم الإيراني عودنا أنه هو نظام كتير عملي وكتير براغماتيكي، وما حي يعني يراهن بحزب الله إذا شاف أنه النظام السوري بلش ينهار، حيتعاطى مع الواقع مثل ما هو وما حي ينجر للآخر بالدفاع عن هذا النظام. يعني ما فمش هيك أنا إيه مش هيك أنا الإيراني لا يخدم السوري بمسألة اليونيفيل، ما بيعطيه من هيدا الحساب، ما بيخدمه بالشكل اللي تفضلتي وسألتيني فيه انه ممكن هو يدفع حزب الله ليقوم بهالعمليات بشكل واسع. لا، ما بشوف انا هذا الشيء ممكن يصير، لانه هذا الشيء ممكن يكون له تداعيات وتكون مكلفة على النظام الايراني. مشان هيك النظام الايراني يعني يدافع، منه مستعد. النظام الايراني يدافع عن سوريا ولكن بحدود بالورقة تماماً اللبنانية هيك. تماماً في حدود تماماً هيك. لانه الورقة اللبنانية هي الورقة الثمينة بإيده للنظام الإيراني، منه مستعد يلعب سولد ليحافظ على هذا النظام السوري، لأنه أهم من النظام السوري بالنسبة له هو الورقة اللبنانية. هنالك اليوم لبنانيين بحملوا حزب الله كل شيء بيصير بالجنوب، هو موجود بالجنوب، قدر يكتشف شبكات للسي آي اي وللموساد، وموجود بكل القرى، متغلغل بالنسيج الجنوبي بشكل كبير. كيف بيقدر أي فصيل ينزل ينفذ عمليات من دون معرفة حزب الله؟ ما في شك انه ممكن يقدر ينفذ عمليات، بس هذا ما بيعني انه هو مشارك فيها، يعني ممكن هو يغض يعني النظر. يعني هيدا هي ممكن يكون عم بيغض النظر مثلاً. اكيد اكيد، بس ما هو عم يدبرها، ما هو عم بيقوم فيها، للسبب الرئيسي اللي قلت لك اياه، انه النظام الايراني منه مستعد يضحي بالورقه الثمينه له اللي هي الورقه اللبنانيه مقابل دفاعه عن النظام السوري. طيب هيدي باي مستوى بصير تحريكها حلال اذا فينا نقول؟ بمسائل لها علاقه بالنووي الايراني، بضربه على ايران، يعني في اوراق، متى تستخدم كل الاوراق؟ بسقوط النظام السوري مثل ما عم بتقول لا تستخدم كل الاوراق، ما هيك؟ تماما هيك. بضل في اوراق مخبايه للنظام الايراني؟ طيب البعض يراهن انه اليوم سقوط النظام السوري سيعمل اذا بدك اختلاف كبير على الساحه اللبنانيه، واختلال بموازين القوى، بحيث القوى المهمشه اليوم والمبعده بتصير اقوى إذا راح النظام السوري. حضرتك مثل ما عم تحكي وكأنه لا، النظام الإيراني يبقى في لبنان لاعبا أساسيا. إيه ست بولا، فعلا هذا الكلام سليم،
وللأسف يعني عم نشوف أنه قوى 14 أذار عم بتراهن على أنه مجرد ما يسقط النظام بسوريا كل شيء بيتغير بلبنان، وهذه نظرة ساذجة حقيقة، لأنه ما في شك أنه الطرف الموجود بلبنان اللي هو هلأ موجود بالسلطة بده يضعف، إنما هذا ما بيعني أنه بينهار، لأنه القصة بدها تصير مربوطة بالنظام الإيراني. وأصلاً هو يعني التحالف الإيراني السوري كل الناس بتعرف أنه الطرف الأقوى كان هو الطرف الإيراني، يعني سوريا ونظام السوري كان هو الحلقة الضعيفة بهذا التحالف. فاللي حنشوفه نحن بعد انهيار هذا النظام بسوريا هو أنه الأطراف يلي كانت تحكي باسم النظام السوري حنلاقيها بين ليلي وضحاها سبحان الله، وهذا تعودنا عليه بلبنان، أنه اللي بيشتغلوا بالشأن العام اللي بيشتغلوا بالسياسة بيغيروا مواقفهم بين ليلي وضحاها، وهيدي هي أصلاً المشكلة بالعالم السياسي بلبنان. حنشوف أنه هيدي الناس حتبلش ترتبط بالنظام الإيراني وما تعود تحكي بالنظام السوري، لأن النظام السوري ما عاد موجود. فلا، بس لحد اليوم اطلاقا مش مزبوط انه مجرد ما ينهار النظام السوري انه الوضع بلبنان بده يتغير بشكل بس جذري. حضرتك عم تقول عم تحكي بحتمية انهيار النظام السوري، حزب الله يرى عكس ذلك، يرى انه هذا النظام لن ينهار وهو عم بيسانده على الاخر. هذا بذكرني بشو اسمه هذا اللي كان لابس باريتا، هذا الصحاف ايام صدام حسين وزير الاعلام، كان وزير الاعلام، وكان كانوا الامريكان حدوا وهو عم يعني بيقول لاخر لحظه انه لا ما بيسقط ام المعارك. ما في شك ستنا، هذا اللي قلته انا ببدايه الحلقه، انه خلص يعني اليوم العالم يلي نحن عايشين فيه وتحديدا بالفضائيات تحديدا بالانترنت، الناس كلها صار بدها حريتها، الناس ما عادت فيها تعيش تحت نظام واحد قمعي، حزب واحد، حاكم واحد، مهما كانت الذريعه، يعني إن كانت الذريعة مبدأ الشيوعية واليسار، أو كانت الذريعة مبدأ الدين أو القومية مثل ما هلأ بسوريا، إنه والله كل شيء مش من رأينا هو بالتالي مشروع صهيوني. إذا بنسأل المواطن السوري ليش ما عندك أنت حرية رأي، هذا لأنه ساعتها بيكون عم يخدم المشروع الصهيوني. هيدي كلها ظواهر ما عادت ممكن تستمر بالعالم يلي نحن فيه. فمن هالمنطلق هذا أنا بطمنك وبطمن كل المشاهدين انه ان كان النظام السوري او غير النظام السوري كلها هيدي رايحه لزوال، وهنالك مساله وقت فقط لا غير. هنالك من يطمئن ايضا انه على عكس هذا الكلام هنالك افول للعصر الامريكي في المنطقه، واللي رح يملى هذا الفراغ هو نفوذ ايراني وتركي، ويبدو لحد الان انه تركيا عم تجرب تاخذ دور، بس المساحه الايرانيه بعدها لهلا اكبر بدءا من العراق وصولا الى سوريا اللي ما رح يقبل النظام الايراني انه ينهار فيها هذا النظام، ووصولا حتى الى لبنان اللي صار حزب الله جزء مهم من الدوله بعد ما كان يقبل يكون عنده وزراء حتى. شو سؤالك؟ سؤال انه اليوم في افول للعصر الامريكي وبالعكس صعود للنجم الايراني في المنطقه ومش افول. انت بتشوفيه هيك يمكن، بس انا ما بقولك هيك، انا اللي بقول لك اياه مقابل كلامك وجهه النظر الاخرى. لا لا، أنا اللي بقول لك إياه إنه حتى بإيران ست بولا الشعب الإيراني منه كتير بعيد عن الشيء اللي عم بيصير بالمحيط العربي. أنا عندي صداقات كتيرة بإيران، وأنا بعرف إنه الشعب الإيراني مقموع والشعب الإيراني بده إنه يتحرر من هذا النظام، إنما ما في شك إنه الحرس الثوري الإيراني، قديش أنت كنت عم تحكي عن الواقع بجنوب لبنان قديش هني متغلغلين، الحرس الثوري الإيراني بإيران متغلغل أكثر بكثير، وهو حتى أصعب من النظام السوري. ففي شريحة كثير كبيرة بإيران ناطرة تشوف شو عم بيصير بسوريا، ومجرد ما تشوف أنه الثورة نجحت بسوريا ما في شك أنه هيدي الناس بدها توقف وتبلش تثور على هذا النظام، لأنه فهمت الناس أنه الشعارات اللي إجي من خلالها هذا النظام هي شعارات فاشلة، شعارات ما قدمت شيء إلا كلام فارغ.